والبداية مشاهدينا من سوريا، حيث تستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا، حيث يتحرك القضاء ضد تجاوزات وثقتها منظمات غير حكومية وإفادات فارين. وفي السويد تقدمت 4 منظمات غير حكومية في أبريل 2021 بشكاوى قضائية ضد رئيس النظام السوري وعدد من كبار مسؤوليه إثر هجومين كيميائيين وقعا في عامي 2013 و2017. كذلك قدمت شكاوى في النمسا والنرويج والسويد، التي أصبحت في العام 2017 أول بلد يدين قضاؤه عنصرا سابقا في قوات النظام بجرائم حرب. وتواصل آلية دولية مكلفة تسهيل التحقيقات في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي المرتكبة اعتبارا من مارس 2011، عملها في جمع الأدلة لتسهيل محاكمة المتورطين. وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت هذه الآلية نهاية العام 2016. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب سيد وليد سفور، رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان. أرحب بك سيد وليد. يعني هذه الدعاوى ما مدى جديتها وما مدى تأثيرها على النظام السوري؟ نعم، هذه الدعاوى تخدم من عدة جهات الحقيقة. الجهة الأولى أنها تثبت ما هو مثبت لكن للعالم، في أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، هناك قتل وهناك تعذيب وهناك تهجير وهناك إهانة للكرامة البشرية بما لا يدع هناك مجال للشك. هذه واحدة. الشيء الثاني هو محاصرة النظام السوري. عندما يحكم على النظام وعندما يحكم على كبار قوات أجهزته الأمنية وكبار سياسيه واقتصاديه بهذه التهم، فإن هذا يؤدي إلى محاصرة النظام السوري من الناحية الدبلوماسية، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، ويسبب في عزلة هذا النظام والمزيد من العزلة على المستوى الدولي التي تؤثر عليه من كافة النواحي. طبعا هذه لن تميته، إنما هي تأثير معنوي ومادي كذلك على هذا النظام المجرم. شيء آخر كذلك، أن هذه الدعاوى لها رفع معنويات الضحايا، ترفع معنويات الضحايا في أن هناك لا يزال هناك بقية من العدل في هذا العالم الذي يعني انخفضت فيه نسبة المصداقية وتنكبت الأمم المتحدة لمسؤولياتها ولالتزاماتها في الحفاظ على السلم العالمي وخصوصا في منطقة مثل سوريا. إذا كانت سيد وليد، إذا كانت مثل هذه القضايا مثل ما تفضلت تثبت ما هو مثبت أصلا، وكما هو معلوم اليوم بأن هناك ليس هناك إرادة دولية بإزاحة النظام السوري أو إزالته من الوجود، وبالتالي ما يعني كيف ستؤثر نتائج مثل هذه القضايا على وضعه الدبلوماسي والسياسي إذا لم تكن هناك إرادة دولية بالتأثير؟ يعني كما نرى الآن الوضع الحالي للنظام السوري لا يحسد عليه، معظم دول العالم تقاطعه، وكذلك يعني هو منبوذ وهناك عقوبات دولية كثيرة من سواء من الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبا الأخرى أو أمريكا، هناك عقوبات كثيرة جدا على الكثير. لا، تقريبا لا يوجد ضابط عسكري رفيع المستوى ولا يوجد اقتصادي كبير ملتصق بالنظام إلا وعليه عقوبات، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يسافر. ونرى نحن الحالة السورية في الداخل السوري، في الداخل السوري حالة مزرية كذلك بسبب هذه العقوبات ولأسباب أخرى. فإذا يعني هناك تأثير لهذه العقوبات، لن تميت لكنها تضعف وتؤنب وتوبخ هذا النظام.
طيب، مثل هذه القضايا، وهناك إحدى القضايا حول هجومين كيميائيين وقعا عامي 2013 و2017، يعني مثل هذه القضايا يعني منذ سنوات، منذ 2013 وقعت مثل هذه الجرائم وما زالت الجرائم في سوريا. لماذا تأخرت هذه القضايا حتى ترفع في المحاكم الأوروبية؟ لماذا اليوم؟ يعني هذا نوع من أنواع إخفاق العدالة في محاسبة المتورطين والمجرمين، في أخطر استخدام للأسلحة المحرمة دولياً. ونحن نعلم القصة بكاملها عندما تنكب الرئيس أوباما لهذا الأمر وسمح للنظام في أن يمر ولا يعاقب، بينما اخترق الحجب الحمر للإدارة الأمريكية واخترق كذلك كل المحظورات بالنسبة للشعب السوري. هي القضية ليست قضية هجومين كيميائيين، القضية قضية أكثر من يعني عشرات، إذا لم نقل أكثر من 100 هجوم كيميائي تورط فيه النظام السوري في ضرب الناس. ولكن يعني هذا من باب ذر العيون، الرماد في العيون كما أقول أنا، وهذا تحليلي الخاص بهذا الأمر. لكن هناك يعني من يقيم دعاوى، وإقامة هذه الدعاوى لا بد للمحاكم في أن تأخذ بها، سواء طال الأمر أو قصر. فيعني هذه، لكن كذلك هذه تفيد في نهاية المطاف، لأن النظام دأب على الإنكار وروسيا دأبت على الترويج لهذا النظام واتهام الجانب الآخر الضحية بهذا الأمر. طيب، لكن مجرد إثبات هذا الأمر في أن النظام متورط فيه أمام العالم وبدعاوى من الأهلين وبشهود موثقة، هذه تفيد في المستقبل إن شاء الله. طيب، لنفترض أنه المحكمة التي أو القضية التي رفعت في السويد ضد بشار الأسد تحديدا وكبار مسؤوليه، لنفترض بأنها أدانت بشار الأسد وأدانت مسؤولي نظامه، هل يمكن أن تتحول القضية بهذه الحال إلى دولية وتصدر مثلا وثيقة إلقاء قبض مثلا على بشار الأسد؟ يعني الآلية الوحيدة هي عبر الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لها وسيلتين. الوسيلة الأولى عبر مجلس الأمن، ومجلس الأمن حتى الآن محاصر بالفيتو الروسي الصيني المشترك، أو عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. والجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها إرادة في أن تجتمع وتتخذ قرار تجاه النظام السوري، ولذلك تظل القضية معنوية وتظل الأمور رهن المستقبل وتغيراته السياسية في هذا الأمر. هل طلب منكم كلجنة سورية لحقوق الإنسان المشاركة في شهادات، المشاركة في عمليات وثائق لإثبات مثل هذه الجرائم؟ نحن نساعد الذين الضحايا في كيفية تقديم الطلبات وكيفية تقديم الدعاوى، وندعمهم في هذا الأمر. هذا يعني ونرشدهم إلى الطرق القانونية المناسبة في هذا الصدد. نعم.